أن يكون المرء جزائرياً لا يعني أنه يحمل جنسية بلد فحسب، أو حتى أن لديه هوية محددة. أن يكون المرء جزائرياً معناه مختلف عن المعهود، معناه أن لديه وظيفة تشغله كل الوقت، لا تترك له فراغاً دون حتى أن يتقاضى عنها أي مرتب. أن تحمل هذه الجنسية هو بمثابة المرض الخطير الذي لم يسبق أن تعافى منه أحد أبدا. هذا نموذج وعينة من المقالات التي ميزت كتابة سيد أحمد سميان، الذي يعد من أكثر الصحفيين جرأة بين جيله. كتابته تميزت بنبرة حادة لا تلتزم بالخطوط الحمراء ولا بما يعرف بالمصلحة العليا. خط خاص به جعله غالبا يحرج حتى مسؤولي الصحيفة التي يكتب لها، أي لو ماتان، التي رغم تحملها فترة معينة كلماته ومقالاته التي لا تسير وفق خطها التحريري، حتى انتهى بهما الأمر إلى الانفصال. غادر سميان طاقمها عندما رأى أنه لا يمكن أن يواصل، وكأنه غير معني بالتناقضات التي انزلقت إليها الصحافة عموما. وبعد أن تجاوز ما كان يسمى بالخطوط الحمراء، وقد جمع في كتابه المشهور في حمى الرصاصات الطائشة أو غوفيج دي بال بيردو قرابة 100 مقالة سبق أن كتبها على صفحات يومية لو ماتان بين عامي 1999 و2002. هذه المقالات التي كتبها في خضم هول الأحداث الساخنة لمواكبة الأخبار المأساوية التي تتقاذفها الجثث المجهولة المكدسة في عناوين الصحف وأكاذيب الدولة المدعومة من عالم غربي متملق. مقالات ما تزال وكأنها تنقل أخبار اليوم الملتهبة وتكشف واقعا مذهلا يصف وضعا فريدا من نوعه، يظهر ثنائية سريالية. على أرض الجزائر يتعايش اليوم بلدان منفصلان انفصالا ماديا ملموسا. الأول بلد غني وفاسد ومتغطرس تجسده دولة السلطة الحاكمة والجنرالات وأتباعهم المتمرسين خلف حصن نادي الصنوبر الشهير، وهو البلد الذي تعرفه وتتعامل معه فرنسا الرسمية متجاهلة الجزائر الأخرى، جزائر حقيقية ذلك العالم الآخر، الجزائر الفقيرة المجروحة والمهانة، جزائر الشعب المتخلى عنه والمتروك ليجابها بنفسه يؤسه وبؤسه. في مقالة بعنوان أنا خائن كتب سميان يصف أحداث أكتوبر. دبابة أكتوبر، 5 من أكتوبر للعام 88 و900 وألف. لم أبلغ يوم ذاك سن 17، في حين الدبابات كانت قد أخذت موقعها في شوارع العاصمة، وكانت تلتف حول نفسها بشكل عشوائي وتزمجر بصوت مخيف، فوهتها متاهبة لنفث ما تدخره من احتقار وازدراء مكدس داخل أحشائها. هناك تواريخ تشبه حقا الزلازل التي تخضع لشدة روعها الطبقات التكتونية دون أدنى مقاومة. إنه لمشهد مرعب أن يرى المرء بأم أعينه أمامه دبابة في الشارع خارج الثكنات. إنها تذكر بمشهد حيوان مفترس جائع خارج القفص، وليس أمرا جيدا ولا مريحا أن يصادف المرء في طريقه هذا الوحش الجائع.
الدبابة من طبيعتها أن تسحق كل ما يقع في طريقها، الأمل والأرض والإنسان والأطفال. إذا رأيت الدبابات في الشوارع فمعنى ذلك أنك لم تعد طفلا، معناه أنك أصبحت تشبه آبائك، وقد ورثت منهم كوابيسهم ومخاوفهم وتوسلاتهم العتيقة التي لم تعد تجدي نفعا، تلك التي كنا نعتقد أنها قد دفنت إلى الأبد ولفتها النسيان في قبور التاريخ. توسلات حمقاء وفاشلة تنطلق من الحناجر المنكسرة من أجل إسكات الضوضاء والكراهية التي تحدثها السلاسل الحديدية للدبابات التي تدوس الأسفلت في طريقها لسحق صرخة المتمردين. آباؤنا عاشوا عهد دبابات حرب التحرير ومعركة الجزائر، وأحيانا دبابات أخرى يقودها أقزام تافهون، انقلابيون محليون تافهون، لكن ذاكرتهم تبدو لي بعيدة بقدر بعد حرب الجزائر. عام 1988، في تلك السنة وبعد 26 سنة من الاستقلال، شعر آباؤنا وكأنهم يشاهدون فشلهم ماثلا أمامهم مجسدا في خروج هذه الدبابات التي هددت أطفالهم بالموت. ولهذا السبب لازم آباؤنا الصمت، لم يفلحوا في تجنيبنا هذه المأساة الميكانيكية. أما بالنسبة للجيل الآخر الذي ولد بعد الاستقلال في 30 أو 40 من عمره، والآخر لم يعرف كيف يجنب أبناءه مشهد الدبابات، ذلك المشهد غير المطاق، نفس الرعب ونفس الإخفاق المتناقل بين الأجيال يورثها السلف للخلف، نورث أطفالنا إخفاقاتنا مثلما آخرون يورثون ثرواتهم لأبنائهم لدى كاتب العدل. تشكل الدبابات جزءا أساسيا من تاريخنا، إلى درجة أننا استوعبنا في نهاية المطاف هذه المعطيات التاريخية منذ زمن بعيد وكأنها قدر محتوم، كما لو أن مصيرنا كان مرتبطا ارتباطا لا رجعة فيه بمصير آلات الحرب هذه. الكثير منا شهد للمرة الأولى في أكتوبر عام 1988 هذه المدافع الوحشية بسلاسلها الحديدية الصاخبة التي تزمجر تهديدا، والكثير منا أيضا كان يقلب في رأسه هذا الشعور الغريب الذي يوحي له بأن هذه الدبابات التي تجوب الشوارع وتأخذ مكانها في مفترق الطرقات قد أخرجت لنا تحديدا، وما كان مجرد شعور غامض من التخوف سرعان ما أصبح يقينا منذ إطلاق الرصاصة الأولى دون سابق إنذار في اتجاه الأطفال الذين خرجوا للتظاهر في الشوارع. أفراد من الجيش الجزائري أطلقوا النار على الأطفال، قمة الرعب تكمن بكل تأكيد عندما نعرف أن هناك رغبة حقيقية في القتل، في إلحاق الأذى بهم وفي تحقير الآخر، إنزاله مكانة أدنى والآخر هم نحن. الأطفال الذين فهموا بسرعة مذهلة أن مشهد الدبابات وهي تطلق النار من فوهات ماسوراتها أمر حقيقي وليس مجرد تمثيل سينمائي، الأمر جد وحقيقة وليس مجرد حفلة ومرح للإشادة بعظمة الثورة أو ديباجة لخطب حول لا تراجع عن خيار الاشتراكي للجزائر ما بعد الاستعمار، مثل ما يتم ترويجه بحماسة في مدارس سخرت نفسها لتكون بوقا لدعاية وتمجيد الساسة. لا، إنه الجنرال خالد نزار الذي خرج عن موقع التحفظ الذي لازمه حتى الآن، ومن الظل الذي كان عليه أن يغادره أبدا، وبتكليف من الرئيس الشاذلي لاستعادة النظام أثناء الحصار. نزار هو الذي كان يقود قواته للسير نحو العاصمة، الهدف سحق وكسر شوكة الأطفال الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم من خلال تكسير كل شيء يجدونه في طريقهم، مستهدفين بالدرجة الأولى مقرات الوزارات والبلديات ومكاتب الشركات المملوكة للدولة ومقرات جبهة التحرير الوطني ومحافظة الشرطة والضرائب والمنظمات الجماهيرية،
أي جميع رموز الفساد الظاهرة وبيروقراطية الحزب الواحد أصبحت هدفا مفضلا لغضب هؤلاء الشباب الثائرين. خلال مثل هذه الأوقات التي يعم فيها شعور الاضطراب والشك، لا يفكر المرء إلا في اللحظة الآنية على أمل الوصول إلى بيته على قيد الحياة والتسلل بين الرصاصات الطائشة، لعله يفلح من تجنبها والإفلات من الاعتقالات التعسفية للأمن العسكري أسأم سيء السمعة وباقي أجهزة الشرطة المتعددة. لقد كنا هناك في الساحات ننتظر ومشاعر الرعب تسيطر علينا، لم نكن نعرف ماذا ننتظر بالضبط، ربما مخرجا من هذا المأزق أو وقفا لإطلاق النار أو ربما هدنة أو صوتا ليقول لنا شيئا ما أو شخصا يشرح لنا ماذا يجري. لكن مع سقوط أولى الضحايا وجد الأطفال الذين خرجوا بنية التسلية مثل ما اعتقدوا للوهلة الأولى ولتحدي خطر كبير أو للتعبير عن إحباط قديم، وجد هؤلاء الأطفال فجأة سببا مشروعا في اعتقادهم يحثهم على عدم الاستكانة والهدوء. منذ سقوط الضحايا الأولى أصبح للمواجهة معنى بعد أن تم سفك الدماء، لم يعد أحد باستطاعته السيطرة على الوضع. مثلما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من تصريح المجلس الدستوري، ثانيا يقرر التكفل مؤقتا بكل مسألة من شأنها أن تخل بالنظام العام وأمن الدولة. من جهته راح التلفزيون الوطني يطلق النار دون تريث باتجاه الشباب الذين خرجوا للشارع ويصفهم بالبلطجية والمخربين. وفي باقي الأوقات يبث نفس هذا التلفزيون وبشكل متواصل نداءات للتهدئة أو بيانات رسمية من السلطات العسكرية تهدد الآباء والمحتجين. Madame, Monsieur, bonsoir. Alger, à feu et à sang, l'état de siège est proclamé. L'armée essaie de rétablir l'ordre. من أجل الحصول على معلومات، كانت الإذاعة الأجنبية هي المصدر الوحيد للمعلومات، نظرا لأن الصحون اللاقطة لم تكن منتشرة في البيوت آنذاك. انعدام كفاءة الإعلام الجزائري كان مثيرا للشفقة، وعبثيته حقيقة واقعة، وصمته كان مأساة وطنية. كانت أحداث أكتوبر أو ما يطلق عليه البعض أعمال شغب عملية تلاعب وتوظيف مقيت من قبل السلطة في إطار حرب الأجنحة المستمرة. استغلت السلطة الغضب الكامن في الشارع ووظفته بعد ذلك لعدة أسابيع لتبرير خياراتها السياسية الجديدة بعد انتهاء حملة القمع. أيام الشغب القليلة تسببت في أكثر من 600 قتيل وآلاف الاعتقالات وتقريبا نفس العدد من حالات التعذيب. Et ensuite, on est passé à chaque fois, on faisait passer à l'électricité au niveau de, d'une pièce qu'ils appelaient la salle de torture. Il y avait 6 à 7 personnes. Et on nous accrochait tout nu sur un sommet avec métallique, avec des menottes. Nous verser de l'eau pratiquement tout, sur tout notre corps pour qu'il soit bon conducteur. Et nous boucher pratiquement, ils nous mettaient dans la bouche un chiffon. Des fois tantôt de l'eau, tantôt ils nous disaient que c'était de l'urine. Ils nous ont forcé avec un bâton tout en augmentant l'intensité ou l'ampérage, je ne sais pas, du courant électrique au niveau de la GGN. Et quelqu'un derrière avec un bâton qui tapait sur le sommet. Ça m'a créé une résonance au niveau de mon cerveau jusqu'à même après ma libération, pratiquement cette résonance est restée. أمر مقيت بأتم معنى الكلمة. وفي ظل هذه الفوضى والارتباك العاطفي أنجبت هذه الأحداث بعد ولادة عسيرة وعنيفة دستورا جديدا بدأ وكأنه يرسم الحروف الأولى للنهاية الرسمية للحزب الواحد. بالنسبة لنا الحلم أصبح مسموحا به مرة أخرى، وقد ظهرت فجوة الأمل. في واقع الأمر لم يخترع كوستلر وأورويل أي شيء بفضل عبقريتهم غير المسبوقة روايا تاريخ بلدي، حتى لو لم يذكراه بالاسم. بلد تجري فيه أسوأ المحاكمات السياسية السرية في غياب الجمهور بعيدا عن الأنظار،
بلد يتعرض فيه الناس لأبشع أصناف التعذيب وقمة الدناءة، بلد يوجد فيه بوليس سياسي للتجسس على الذكاء السياسي وخنق الرفض الثقافي ومحاصرة المعارضة في أضيق مساحات العيش، بلد تخضع فيه الصحافة لتحكم مستمر لجهاز رقابة الحزب. في سن 17 يكون الوقت جد مبكر للموت، لكنه ناضج بما يكفي لعدم تجاهل هذه الأمور. ربما كان شغفي بالأدب والسينما والموسيقى سببا لقلة نضجي في هذا السن المبكر فيما يتعلق بالقضايا السياسية، غير أن تأهلي ميدانيا في هذا المجال تم بطريقة جد عنيفة. اكتشفت كل شيء في نفس الوقت، الدبابات والتعذيب وحالة الحصار وحالة الطوارئ، حظر التجوال والأسلحة والقمع والجثث والغاز المسيل للدموع والاعتقال والتعسف. اكتشفت بشيء من الخوف مصطلحات حرب جديدة كان علي أن أتعلمها. اكتشفت دكتاتورية تتلاشى تحضر لمسرحية تبدو فيها وكأنها تودع الساحة خلال الأشهر الأولى التي تلت أحداث أكتوبر، وتنسج خيوط الفسحة الديمقراطية الزائفة التي لم تعمر طويلا لتختفي بعد وقت وجيز. الأوقات الحالكة الأكثر مأساوية كانت لا تزال تنتظر دورها لتنزل بكل ثقلها على المواطن، فمهما بدت جسيمة فإن مخلفات أحداث أكتوبر تعتبر تافهة بالمقارنة مع المآسي التي كانت تتربص بنا. كنا نعتقد أن المستقبل بأيدينا وملك لنا، وأننا بطموحاتنا المفرطة ومطالبنا الضخمة وتبجحنا المنفصل عن الواقع اعتقدنا بسذاجة أننا كنا أبطال العالم، أبطال يتم في الواقع إقصاؤهم منذ الجولات الانتخابية الأولى، وعند إدراكنا لذلك كان الوقت قد فات. كنا بالفعل في فم الذئاب، والذئاب كانت في كل مكان، تارة مقنعة في زي عسكري وأحيانا أخرى في قندورة تحاكي الإسلاميين. وفاة الصحافة الجزائرية، المغامرة الفكرية، هكذا تم وصف ولادة الصحافة التعددية. لم تكن هذه المغامرة بالفعل وفية لذلك الوصف. هذه الفسحة التي تميزت بتعددية غير معهودة لم تدم سوى عامين، أي ما يكفي من الوقت لإحداث انقلاب عسكري يطيح بالحكومة الإصلاحية برئاسة مولود حمروش مثلما كانت تسمى، وإقالة الرئيس الشاذلي قبل إلغاء العملية الانتخابية برمتها في يناير للعام 1992. المجلس الأعلى للأمن المجتمع اليوم في الجزائر العاصمة بمقر الحكومة يقرر بالإجماع، أولا يلاحظ استحالة مواصلة المسار الانتخابي إلى غاية أن تتوفر الشروط الضرورية للسير العادي ربما النظام الجزائري هو الوحيد في العالم الذي اعتقد أنه يمكن المرور من الدكتاتورية إلى الديمقراطية بنفس الطاقم الحاكم حتى دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تغيير مظهرهم الخارجي. وهكذا شرع فجأة الذين أسسوا الدكتاتورية العسكرية دون حرج أو ارتباك يتحدثون بإسهاب وافتخار عن القيم الديمقراطية والجمهورية، والذين شيدوا مجد الصحافة الأحادية وأسسوها على نموذج البرافدا السوفيتية حاولوا من خلال حيل سحرية إنشاء صحف حرة دون أدنى فحص للضمير. وهل يمكن بناء دولة ديمقراطية بمعية وقيادة الانقلابيين؟ وهل يعقل إنشاء صحافة حرة حقا في حين أن لا أحد يجهل أن جميع أرباب هذه الصحافة الجديدة كانوا هم ساسة صحافة الحزب الواحد؟ لقد كان لصحافة الحرة عمرا قصيرا مثلها في ذلك مثل عمر الفراشات، وكانت وفاتها وفاة مؤلمة مثلها في ذلك مثل موت صحفيها. ماذا يمكننا قوله مرة أخرى عن الخامس من أكتوبر؟ لا شيء، لأنه ليس ثمة شيء أكثر قسوة وإلاما من الحلم الذي يتحول إلى احتفال تقليدي دوري بلا معنى. ربما الكثير منا لا يرغب أن يكون هنا،
اليوم في 5 أكتوبر الكثير منا يأمل أن يعفى من الكتابة بهذا الشأن وأن يتنصل بخطى خافتة وهدوء دون أن يثير الانتباه. ليس هناك أقبح من هزيمة نحاول تحويلها كل سنة إلى نصر يمجد من خلال قصائد نثرية، نجد أنفسنا في هذه الحالة أمام ممارسة ميؤوس منها، نحاول فيها ابتكار أو العثور على الكلمة القوية التي يمكنها أن تؤثر في عقول الناس وتترك بصماتها. السنوات تمر تباعا وفي كل مرة نقترب من تاريخ 5 أكتوبر ندرك أكثر فأكثر أن ما لدينا قوله هذه المرة أقل بكثير مما كان لدينا قوله السنة الماضية. أصبحت الكلمة متضخمة بشكل متزايد، تفتقد العفوية، كثر عجنها إلى درجة فقدت شكلها الأصلي حتى صارت مسحوقة تبتعد أكثر فأكثر عن الحقيقة. حتى واجب الذاكرة أصبح أحيانا مرهقا أو أخذ شكل كليشيهات متكررة. لم يعد 5 أكتوبر مصدرا للإلهام، لكن يجب علينا أن نتذكر أن 5 أكتوبر لم يكن يوما من خصائصه ووظائفه أن يلهم العرافين والصحف التي فقدت قراءها أو التي رسخت موقعها. لقد نجحنا في تحويل 5 أكتوبر إلى شجرة بلوط حزينة لم يعد يمثل ثورة. لقد أصبح بالفعل هزيمة. ليس هناك بالتأكيد شيء أسوأ من الثورة التي تفشل، التي تلقي على جنبات طريق التمرد أمواتا لا يؤمل عودتهم أبدا، وأجسادا مشوهة لن تنسى شيئا من مرارة طعم خيبة الأمل. في يوم 5 أكتوبر بدل الحديث عن 5 أكتوبر جدير بنا بكل تأكيد القيام بأي شيء آخر غير الكلام عنه. تاريخ 5 أكتوبر اضمحل حتى أصبح بالكاد تاريخا نتذكره، ولعله تحول إلى أسطورة سنرويها يوما إلى أحفادنا الذين نأمل ألا ينشغلهم أيضا بهواجسنا، وإن كانت لابد من مقامة يخوضونها أن تقتصر على مقاومة النوم والنوم فقط. هذا رجاؤنا ربما يتحقق. باختصار، لا نريد أن ينسى أكتوبر، كل ما نريده هو ألا نتذكره بعد اليوم. هذا كل ما في الأمر، والفرق بينهما واضح وضوح الحدث.